احنا اسئلتنا كتير قوي على اه البيج بالظبط. بتاعتنا الحقيقه، تقري منها تحبي تقري على فكره. اه في عندنا امال شعبان وبتقول لو سمحت يا دكتور، هو ابنها عنده جلو سكر وعمره 8 سنين، وهو دلوقتي ماشي في ال 17 سنة، وطبعا السكر بتاعه مش مظبوط ومش عارفة تمشيه على نظام غذائي، وبيخاف ياخد الحقن بتاعت ووزنه زايد. زايد. تمام، تقول لك تعمل ايه؟ وتعمل نظام مخصوص يعني للسكر. تعملوا ايه؟ هو طبعا مريض السكر، ما دام عندي مريض سكر في البيت لازم احترمه واحترم نوعية الاكل اللي بياكلها. ليه؟ لان الدهون الكتيره، لما هو مثلا يقول لك لا ده انا عايز اكل دهون كتيره، والام تحط السمنه والزيت وجزء من ده وجزء من ده، يعني قلبها عليه، صعبان هما عليها الاثنين طبعا. دهون. الدهون الكتيره بتزود مقاومه الانسولين، بتخلي الانسولين ما يشتغلش كويس، مهما خد أدوية فبنعلي وحقن الجرعة بقى. الأنسولين مش هي فلما بنفضل نعلي الجرعة ونعلي الأكل، ليه؟ لأن لما بعلي الجرعة قوي، الدكتور لما بيلاقي الشخص قدامه تخين أو مش مراعي أكله وبياكل، فبيضطر يزود له أدوية السكر، عشان السكر ده أخطر حاجة، ده بياكل في الجسم، فإذا ما كناش نحوط عليه بالأدوية والعلاج هيؤدي لمشاكل، بيأثر على العين، بياكل في العينين، بياكل في الأطراف، بيأثر على الكلى، بيأثر على قوة الانتصاب، بيأثر على التبويض، بيبهدل الجسم، بياكل في الجسم، فبيضطر يدي علاج كتير. المشكلة مش بس في نوعية الأكل، في الدهون اللي في يبقى الأكل. الأم من الأول تبقى عندها بالظبط وعي، حتى بالظبط، البيت يمشي زي ما كنا بنقول في الأول على نظام بطريقة صحية. صحي عشان فلازم ما ي... تقلل الدهون عشان يقدر العلاج يشتغل. لازم نحافظ على كمية النشويات. أنا ممكن أقول إحنا بنقول دايما إن إحنا بنحتاج إنه ياكل كربوهيدرات كتيرة، أي. بس أنواع، مش بقى الرز والمكرونة والعيش، لا، أي. البقول والفول والعدس، البروتينات، مش اللحمة الكتيرة والجبن، لا، هياخد أكتر سمك، صدور فراخ، بيض، فهي بتبقى نوعيات علشان أقدر أحميه من أضرار طيب السكر ومخليش السكر يعني. طب.